طبعا مشاهدينا الكرام، نحن الان في دير المعونه هنا في منطقه العزيزيه. كما تابعتم معنا في البدايه، هناك روضه للاطفال بالاضافه الى مقر للراهبات وايضا مقر لاستقبال طالبي الجامعات. على كل، سننتقل الان للطوابق العليا التي سقطت عليها قذيفه الهواء. بدنا الرجوع لما كنا عايشين فيه بسلام، ان شاء الله ان ربنا هيك يحط بقلوب الناس الموده والرجوع الى هالبلد، يعزوه يحبوه يضحوا من شانه ويكونوا له بكل قوتهم، ويحطوا يرشعوا له الفرح. انت كنتي موجوده في الدير وقت الحادثه، وقت اللي نزلت القذيفه؟ خبرينا شو. انا كنت قاعده بغرفه التلفزيون عم بحضر شويه اخبار. اجت اول ضربه، سمعت اول ضربه، بعد نزلت على النقزه، رحت لعند في عنا هون نسوان قاعدين بالدير، رحت لعندهم وقال ما في ثاني ضربه كثير قويه، حسيتها ما حسيت انه عنا. جيت لهون لقيت كل الغباير كلها بالاراضي، وطبعا حاله نفسيه صعبه كانت. وربنا يخلص هالوطن من كل هالشيء اللي عم يصير فيه، لانه نحن ما بنستحق. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. خبرينا، انت كنت حاطه سيارتك قدام الكنيسه، شو صار؟ قدام الكنيسه الصبح بشي على 9 سمعنا صوت تفجير كثير ماكن كثير قوي. نزلنا بالاول خفنا، يعني لقينا تراب. نزلنا لقينا الكنيسه هون طايرين الشبابيك والابواب والبلور. طلعت السياره، سيارتي نازل منها البلور والبلور والباجاج والدولاب. بس نحن ما مخاف ممن كان يكون، نحن مع وطنيتنا مع جيشنا. لو ما جيشنا حقيقي، لما نزلنا لقينا جيشنا ماشي، الله يخلينا اياه. نحن هون بالعزيزية قوايا، وبكل حلب نحن قوايا. يعني قد ما خربوا قد ما دمروا، ما رح يطلع لهم شيء معنا ابدا، ما رح يطلع لهم. 60 خراب بصير ما بكسر عزيمتنا وهمتنا، وبدنا نضل نقاومهم ونزل لهم، ونحن ماشيين ما بنخاف. الله حي الجيش، 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 الله حي الجيش،
بتلاهم يكون يا الله ولا الدعوه عليهم تعوس يا رب الله يلعنهم الله يلعن ابو سوريا بشار وبس الله سوريا بشار وبس الله يحليك الله يحليك ربي الله بحي الجيش 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 الله الله يحمي الجيش الله يحمي رئيسنا الله يحمي يا رب الله يخليكم الله يخليكم الله يحمي 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 الله يحم